برامج ومبادرات ثقافية وتقنية، مسابقات ثقافية وجلسات حوارية تضمنها الجناح السعودي في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وذلك ضمن جهود المملكة في دعم وتعزيز منظومة الإبداع والابتكار. احنا كنا مشاركين في جلسة حوارية عن أحد أهم مبادرات مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي ثرى، وهي مبادرة مسابقة أقرأ العربية اللي هي جزء من برنامج إثراء للقراءة. الجناح السعودي قدم عرضاً تعريفياً عن مكتبة إثراء الرقمية بوصفها إحدى أكبر المكتبات العامة الرقمية في المنطقة، وتضم أكثر من 34 ألف عنوان. للحديث والتركيز أكثر عن مكتبة إثراء، هذه المكتبة التي تحوي على أكثر من 326 ألف كتاب، ثم ننتقل إلى المكتبة الرقمية وطريقة التسجيل فيها بشكل مجاني للوصول لأكثر من 34 ألف كتاب رقمي سواء كان مسموع أو مقروء. يعد مركز الملك عبد العزيز الثقافي إثراء منصة عالمية لتبادل الأفكار وإثراء المواهب وخلق فرص جديدة تواكب ما تشهده المملكة من حراك على مختلف الأصعدة.